السلام عليكم، مرحبا بكم كاملين في الفيديو اليوم. فيديو اللي عتكون مهمه بزاف بزاف. قبل ما نبداوها بغيت نشكركم كاملين بكم على لي ميساج اللي كيوصلوني كما العاده، لي كومونتير اللي كتخليو. نحاول دائما نجاوبكم على لي كومونتير. اي تساؤل خاص سواء بالشعبه اللي في الفيديو سواء بشي سؤال ديالكم اخر. بغيت نشكر بزاف بزاف الصديقه بشرى سبيباح حيت بغات تبارطاجي معكم ليكسبيريونس ديالها بخصوص لا بسيكوموتريسيتي. ما نتعطاش عليكم، خليكم تفرجوا الفيديو. السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بألف خير. افون تو غادي نقدم لكم راسي. جو مابيل بوشرا، جو سوي اون ستيونت في لانستيتو سوبيريور دي بروفيسيون انفيرمي اي دي تكنيك دو سانتي. لي لابريفياسيون ديالو هي لي سبيتس، وبالعربية اللي هو المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة. وقبل كل شيء غادي نشكر بزاف الصديقه ديالي ابتسام تعدي اللي عطاتني هاد الفرصه انني نقربكم من الشعبه اللي دايره، اللي هي قليل الناس اللي كيعرفوها، يعني ما كيعرفوش، كاين اللي ما كيعرفهاش وكاين اللي ما كيعرفش شنو كنديروا فيها ولاش كتهتم ولا سانتريسا كي وكل شيء. المهم نقرب، نحاول انني بما امكن انني نقربكم منها ونعطيكم كاع لي زانفورماسيون نيسيسير بوغ الناس اللي باغيين يديروها. وغادي نبداو اول حاجه اننا نعرفو شنو هي لا بسيكوموتريسيتي او شنو هو العلاج النفسي الحركي. كيف ما كتلاحظوا معايا هاد الكلمه ديال لا بسيكوموتريسيتي متركبه ولا مسكونه من جوج ديال المصطلحات، بسيكو وموتريسيتي. بسيكو سي تو سكي ان ريلاسيون افيك لو بسيشيزم، يعني كل ما هو نفسي داخل فيه لي ايموشن ليماجيناسيون اي الكونيسيون. لا موتريسيتي سي تو سكي ريلاسيون افيك لي موفمون ديال لو كور، يعني اي حاجه متعلقه بتحركات الجسم. وباش نشرح لكم اكثر، يعني لو بسيكوموتريسيان كيشوف لو كور ديال لاتر هومان كوم اون جلوباليتي، يعني كيشوف واحد النظره شامله لجسم الانسان، والهدف منها انه يخلي الانسان انه اكسبيريمونتي ويكتشف لو كور ديالو افان دو سادابتي ا لانفيرونمون، ويعني باش يتاقلم مع لانفيرونمون وباش يحاول انه مع لانفيرونمون حتى مع الصعوبات ديالو، يعني مع سا سيتوياسيون ويحاول انه يطور منها ويتجاوزها الى كان ممكن. Dans la psychomotricité, on fait l'éducation, la rééducation et la thérapie. شنو هما الفئات العمريه اللي كتهتم بهم لا بسيكوموتريسيتي؟ heureusement la psychomotricité كتشمل جميع الفئات العمريه في حياه الانسان، ابتداء من ان بيبي، ان انفان، ان ادوليسان، ان ادولت، اون فام انسانت اي لي بيرسونز اج. شنو هما لي بيرسون اللي كيجيو عندنا بور لي سيونس بسيكوموتور؟ comme par exemple les enfants qui ont des enfants ayant des troubles psychomoteurs, des troubles moteurs, des retards de développement, les prématurés, les enfants autistes, les enfants trisomiques et les troubles d'apprentissage. On travaille avec eux avec plusieurs médiations, le jeu, le massage thérapeutique, le yoga, la relaxation, le chant, la danse et l'expression corporelle, etc. مهم بالنسبة للناس اللي غادي يدفعوا بسيكوموتريسيتي وحنا شنو غادي يوجدوا. الكونكور في جوج ديال المراحل، ابروف ديال لي اس بي تي و ابروف ديال فرنسا. ثاني حاجه غادي نهضر لكم على السوي ديال لا بسيكوموتريسيتي. بعد اول حاجه انا كنت خديت الباك ديالي في 2018 سيونس هيومان، كنت شعبه ديال العلوم الانسانيه، يعني باش تعرفوا بان هاد الفيديو غادي كتقبل حتى الناس اللي عندهم باك اداب. كان في البروموسيون ديالي كان السوي ديال لا بسيكوموتريسيتي 15. كيفاش حتى تقبلت وشنو وجدت فيها؟ اول حاجه خاصكم تجيبوا السوي ديال الشعبه اللي بغيتو. مثلا البسيكوموتريسيتي كانت 15، غادي الا كان عندكم الباك فيه 15 ولا اكثر راكم غادي تقبلوا في لا بري انسكريبسيون. كيطلع في السيت كيخرج باش انكم تعمروا الفورمولير.
صافي الى تهزيتو في لا بري انسكريبسيون كيعطيوكم باش تدوزو الكونكور او لا كتخرج واحد لي ليست في السيت باش انكم مقبولين باش تدوزو الكونكور اكري. فاش كتمشيو دوزو الكونكور اكري وكتقبلو كيعطيوكم باش تدوزو لورال صافي كتكونوا تقبلتو ديفينيتيفمون. باش نجاوبو على السؤال شنو كنقراو بوندون 3 ans. اس ان كيكون واحد العام اللي هو طرون كومون يعني جد عمر الشهر كتقراو فيه بزاف ديال لي ماتيير ولا كتعرفوا على بزاف ديال لي ماتيير اللي بينهم لاناتومي اللي هو واحد الموديول ماجور كتقراو مثلا برينسيپ جاستيون سيستيم دو سونتي دروا سوسيولوجي بسيكولوجي ايتيك مهم بزاف ديال لي ماتيير اللي غادي تعرفوا عليهم. اس 2 كنبداو نقراو كنبداو نقراو التخصص يعني كتبداو تقراو لا بسيكوموتريسيتي وكيكون عندكم اضافه واحد ستاج وهادشي بيان سور كيكون عندكم بزاف ديال لي موديول انا كنقول لكم زعما شنو كيتزاد من اس 2 كتبداو تقراو التخصص ديالكم. بالنسبه لي ليو ستاج كندوزو لي ستاج في لي كريش لي ماتيرنيتي اي لي زوبيتو. الدبلوم ديال لي سبيتو واحد الدبلوم تابع لليتا واش كاين شوماج ولا ما كاينش على حسب واش داك العام طالبين باش انهم يخدموا الفيليير ديالكم زعما ناس من الفيليير ديالكم. لاي واحد بغى يدير لا بسيكوموتريسيتي بغيت نقول له بانه هو يختار اولا غادي يخدم واحد الخدمه اللي هي نبيله انسانيه قبل كل شيء يعني ما لقيتش الكلمات باش نوصف الجماليه ديال المهنه كندخلوا الفرحه على قلوب الناس على عائلات على اول حاجه كتعلمكم انكم تعطيوا الامل للناس يعني امل في الحياه امل في التحسن امل في كل شيء وكيولي المبادئ ديالكم كتقوم على ديك المهنه ديالكم و يعني كنشجعكم بزاف انكم تختاروها وشكرا. كنعاود نشكر الصديقه بشرى على المعلومات اللي عطاتنا شكرا بزاف بشرى كنتمنى تكونوا استفدتوا معنا في الفيديو اليوم. اي واحد عنده شي تساؤل يقدر يدخل يسرد لا في انستغرام ديالها نخلي لكم في لا ديسكريبسيون ولا خليوا التساؤلات ديالكم في لي كومونتير. كنتمنى تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش حتى هما يستافدوا. وبغيت نقول اللي ما تفرجش الفيديو وجهته الله خير وبغى يشوف كنقول لك ضيعتي عليك شحال من معلومه رجع تفرج من الاول حتى الاخر. باي باي الفيديو اللي ما جاي ان شاء الله.